وصلنا لفقرتنا الثالثه والاخيره النهارده، هنخليها انشاد ديني. معايا المنشد احمد ربيع عرفه، هنسمع منه ما تيسر من ايات من الذكر الحكيم، وهنسمع منه اكثر انشاد ديني وشويه دعاء في الاخر. لو بنصبح عليك ازاي؟ صباح الفل. كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. نبتدي بايه قرانيه ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أحسنت. احمد، انت ابتديت امتى الانشاد الديني؟ والله اولا ابتدت بالسمع، بعد كده ابتديت مثلا انا قلت، بعدين في الاذاعه المدرسيه اخذت يعني راحت شويه لغايه ما ربنا كرمني الحمد لله. ابتديت بالسمع. حد عندك في البيت كان بيعمل انشاد ديني او كده؟ لا انا كنت بسمع بس مغرم ومشارع. تمام. مين من المشايخ بتحب تسمع لهم؟ والله مشايخنا الكبار طبعا، الشيخ النقشبندي، الشيخ نصر الدين طبعا. بحب الشيخ مشارع جدا يعني، حافظ له كل حاجه الحمد لله. تمام. طب ما تسمعنا حاجه ليه كده؟ اكيد ان شاء الله. طبعا. في يوم سوداء مع الحبيب. تمام. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين.
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم الله اشكرك شكرا جزيلا احمد ربيع عرف المنشد الجميل استمتعنا بصوتك الحقيقه يمكن وقتنا جري بسرعه النهارده مشاهدينا الكرام لكن عايز اقول لكم يعني النهارده في ماتش الاهلي وزيسكو الزامبي بدوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج الافريقي الساعه 9:30 بالليل شجعوا فريق الاهلي زي ما تشجع فريق الزمالك ان شاء الله المباراه بتاعت انيمبا يوم 13 بدل يوم 14/8 اغسطس ونتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه وكل ابطالنا النهارده اللي هيلعبوا في ريو دي جانيرو في ريو دي جانيرو وبتمنى كمان الناس اللي يعني عماله بتكتب على الفيسبوك حاجات يعني بتنتقد فيها نقد سلبي مش نقد ايجابي مش نقد بناء لابطالنا ان هم ما يعملوش كده ان هم بيأثروا عليهم هم بيقروا الكلام ده يا جماعه ومحتاجين دعمنا ومحتاجين ان احنا نشجعهم عشان خاطر يجيبوا ميداليه عشان خاطر يتقدموا ويعملوا حاجه احسن من او رانكينج احسن من الرانكينج بتاعهم فنحاول ان احنا نشجعهم او يعني مفيش داعي ان احنا نهدم ادوا فرصه للناس تعمل حاجه فريق الفولي بيتش زي ما قلنا قبل كده اول مره يدخلوا ودي حاجه كويسه جدا وحاجه كويسه في الفتره اللي جايه كل الفرق بتوفيق ان شاء الله وكده نكون وصلنا لحلقتنا نشوفكم بكره ان شاء الله فريق عمل جديد ومصر دايما جميله ان شاء الله سلام عليكم.